عبر زوم ينضم إلينا الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي. دكتور محمد تحياتي لك في البداية من هذا الصباح، أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور محمد. بداية وللتبسيط على من يتابعنا الآن وربما ليس متخصص في يعني في الكثير من المصطلحات التي جاءت في نص هذا الخبر أو التقرير اللي أشرنا إليه الآن، ما هو المقصود بمشاركة القطاع الخاص في الدولة أو أصول تملك أصول الدولة المصرية؟ بدايةً برحب بحضرتك السادة المشاهدين. طبعاً احنا بنشوف النهارده تشكيلات وتكليفات متتالية من سيادة الرئيس بدعم القطاع الخاص اللي هو يتبوأ مكانه في إدارة عجلة الإنتاج. فطبعاً النهارده فكرة النهارده إن أنا بفتح حصص التملك أو المشاركة للقطاع الخاص اللي هو يشارك في الأصول المملوكة للدولة هي النهارده خطوة لابد منها النهارده في وقتنا الحالي لما يمتلك القطاع الخاص من كفاءة إنجاز مهامه السريعة. هي يعني النهارده فكر استثماري أو النهارده فكر خارج الصندوق. الدولة قامت بما عليها بالبنية التحتية ومن أسباب نجاح أي مشروعات استثمارية، وبالفعل بقى في شركات أو أصول ناجحة للدولة. النهارده فكرة فتح المشاركة للقطاع الخاص النهارده زيادة قطاعة التملك، زيادة لكفاءة التشغيل، وزيادة فرص المشاركة يعني من ناحية فرص التشغيل أو التقديم نسبة البطالة للشباب يتعامل نسبة عامة. فكل دي هذه كل دي فرص لزيادة قاعدة التملك ومشاركة القطاع الخاص بعجلة الإنتاج وإن هو يحقق ربحية من مشروعات رابحة بالفعل على أرض مصر. نعم. طيب واحد من هذه الطرق يا دكتور محمد اللي تم مناقشتها ان هي تكون من خلال قيام الحكومه بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكه للدوله في البورصه المصريه، من وجهه نظر حضرتك هذا الامر ممكن ان يسهم باي شكل في جذب المزيد من الاستثمارات ويعني نسبه نجاحه قد ايه؟ طبعا النهارده لما الدوله بتطرح شركات في البورصه تطرح شركات بتطرح صفقه الشركات اللي عندنا هي الشركات رافعه بالفعل ليها قوائم ماليه متميزه وموثوق فيها. النهارده المستثمر عندما يعني بيشوف طرح الشركات او بيكون عنده الرؤيه لسقوط الفرصه او المستثمر خلال سحبته في اسهم الفرصه بيكون طبعا خصم عين شركه بتحقق ارباح لدوله راس المال السريع. طبعا النهارده لما الدوله بتطرح هذه الشركات اللي هي مشهود ليها بالكفاءه ومشهود ليها بالقوائم الماليه معتمدة وموثقة ان هي محققة طبعا هيبقى في حالة زخم والترشيد يكون المستثمرين المصريين والاجانب. يعني احنا النهارده بنستهدف كل المصريين اللي هو المستثمر اللي ملوش دعوة بقصة الفرصة خالص. النهارده بدل ما بستثمر عن طريق استثمار فلوسي في البنك او تشغيلها باوجه غير ممكن يعني غير تضر ربح سريع وفي الاخر بتجلب خساره اللي احنا بنشوفها النهارده فكره توظيف الاموال من جهات غير معلومه بتعرض المواطن لنصب في الاخر. النهارده الفكره ان هيبقى في الشركات ناجحه بالمواطن المصري يحط دخل امواله فيها يبقى انا بدعم نشاطي نشاط الاقتصاد المصري بتاعي وبحقق ربحيه على ارض الواقع وبضمن للمواطن انه ماشي في قنوات ده كله بيحقق يعني كل المعده اللي احنا كلنا كل راح. طبعا في اتجاه اخر طبعا طبعا لما بتكون شركات بتضخها الدوله شركات برضه ليها ثقلها ووضعها الاقتصادي طبعا دوت بيسري البورصه المصريه وطبعا بيزيد فرص تدفقات راس المال الاجنبي وده كله بيزيد من الاستثمارات او يعني جذب استثمارات خارجيه بالاضافه للاستثمارات المحليه. وبضمن هنا للمواطن يا دكتور محمد انه ماشي في قنوات مشروعه وقنوات امنه. يعني زي ما حضرتك ذكرت كده بدل ما تحط فلوسك في مشروعات انت مش عارفها او مجهوله المصدر بالنسبه لك لا انت 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 كانك بتشارك الدوله. هي دي الفكره او المصطلح زي ما بنقوله ببساطه شديده انت بتشارك الدوله هنا. طيب ليا سؤال عند حضرتك، فكره طرح اسهم للمواطنين اللي او الخصخصه او فكره انه المواطن يبقى عنده الحق انه يشتري اسهم في الشركات المملوكه للدوله في البورصة، هل ده أول المطاف ولا ده آخر المطاف ولا منتصف المطاف؟ بمعنى أنا هنا بحاول أمكن القطاع الخاص وبحاول أشجع المواطنين زي ما حضرتك دلوقتي تكرمت وذكرت، هل أنا ببدأ بهذا المسار فكرة الطرح هذه الأسهم وهذه النسب للمواطنين ولا أنا ده خلاص كده ده آخر المسار عندي؟
ومبدئيا بس هي الفكره النهارده مش فكره القصقصه، يمكن احنا موضوع القصقصه ليه عندنا اثر سيء واثر سلبي عن عامه الشعب المصري. هو المصطلح سلبي بس هو المعنى مش سلبي، يعني ما هو يعني ربما حان الوقت ايضا لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئه. ما تم في الماضي ما كانتش قصقصه على قد ما هو بيع لاصول الشعب المره. النهارده فكره المشاركه، النهارده فكره الكفاح، فكره اللي يبقى كل راي، فكره النهارده الدوله قامت بمشروعات بنيويه وشعاعات بنيه تحتيه ومشروعات بقت فيها نجاح. النهارده فكره ان انا بتيح فرصه المشاركه للمواطن المصري، هي انا النهارده بشركه في الارباح وبشركه في تشغيل هذه المشروعات، بالاضافه ان انا بحفظ ماله من ضياع اللي هي شفنا شركات توظيف اموالي اللي نهبت اموال المصريين وبيعاني منها الكثير. الفكره الثانيه النهارده احنا ده بدايه الطريق. النهارده فكره البنيه التحتيه اللي قامت فيها الدوله، وكان طبعا الفتره اللي فاتت كانت يعني يقال ان الدوله بتزاحم القطاع الخاص، لا هي الدوله كانت بتكمل بس بدايه التكمله. الدوله قامت بمشروعات ما كانش يقدر يقوم بيها القطاع الخاص باي صفه او باي طبعا القطاع الخاص بيبقى هدفه دوره المال السريع، هو عاوز يربح. طبعا ده ما كانش هيتم في بنيه تحتيه، في شبكات طاقه، في شبكات معالجه المياه، ما كانش هيتم ده كله. فالدوله قامت بما عليها ببنيه تحتيه. نعم دكتور محمد، هذه الشراكة اللي حضرتك بنتحدث عنها حاليا وان هي تبقى موجودة ما بين الدولة وما بين المواطنين، هل هذه الشراكة ممكن يبقى الصناديق الاستثمارية ممكن يبقى ليها دور في هذا الموضوع ايضا وتشارك ممكن نقول في جذب الاستثمارات بشكل او باخر؟ خليني اقول لحضرتك النهارده الدولة بتنوع في كافة مصادرها الاستثمارية عامة او مصادرها التمويلية لكافة المشروعات. النهارده بقت في حاله كورونا او في اتجاه على كافه القطاعات ان انا اجذب فلوس الاموال او اجذب المستثمرين بصفه عامه، ويمكن هي دي معادله صعبه اللي الدوله متفقاها بقى لها فتره، يعني خلال السبع سنين اللي همنا كبير جذب استثمارات، جذب تكنولوجيا، توطين تكنولوجيا، توطين الاعتماد على المكون المحلي بشكل كبير، كل هذه الامور اشتغلت عليها الدوله في نفس الوقت. فكره الصناديق الاستثماريه طبعا هي طبعا يعول عليها كبير في الفترة القادمة، طبعا لما عليها فرص جذب استثمارات زي ما قلنا برضه اللي هي تنوع مصادر الاستثمار. نعم. اعتقد ان هي في المشاريع او ان هي فكرة المشاركة سيكون لها دور، وسيكون لها دور نافع للجميع، نافع للاقتصاد المصري ونافع لمعدلات ارباح هذه الاستثمارات. معلش يا دكتور هرجع لسؤالي لحضرتك لانه ما كنتش لسه اخذت اجابة من حضرتك، هل طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة أمام المواطنين في البورصة هل ده أول المطاف أم آخر المطاف في إشراك المواطن في أو للشراكة لدفعه للشراكة مع الدولة في المشروعات الكبرى تحديدا أو في القطاعات المختلفة؟ بتشوفوا النهاردة ده بداية التجربة، بس بداية تجربة زي ما حضرتك تفضلت فكرة القصقصة، بس قصقصة مقدمة، قصقصة كل فيها رابح ليست بيع لأصول الدولة. فلا اعتقد النهارده التجربه في بدايتها، واعتقد النهارده مع فرص النجاح اللي توفرت لها ستكون بدايه للقادم وستكون بدايه مع حضرتك يا دكتور. اتفضل مع حضرتك. طيب عموما بشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي.